أعزائي المشاهدين، هنبتدي حلقة جديدة من برنامج لايك اند شير، البرنامج اللي بنسلط فيه الضوء عن الجانب المظلم من الإنترنت والسوشيال ميديا اللي بقت كل حياتنا. طبعاً الإنترنت بقت حاجة مهمة جداً وأساسية في حياتنا، بتعرف الأخبار السياسية والفنية والرياضية من الإنترنت، حتى بتتفرج على المسلسلات والأفلام من الإنترنت. كل حاجة بقت معتمدة بشكل كبير جداً على الإنترنت، حتى في المستقبل وفي الوقت الحالي السمارت هوم، التكييف والتلفزيون والتلاجة مرتبطين بالإنترنت، والتحكم فيهم طبعاً عن طريق أبليكيشن على الموبايل والإنترنت. في حلقة النهاردة هنتكلم عن تأمين الراوتر اللي هو الوسيلة الأساسية في توصيلك بالإنترنت، وحياتك كلها متصلة بالإنترنت عن طريق الجهاز ده، موبايل، تاب، لابتوب، كمبيوتر، تلفزيون، سمارت تي في، يعني كله متصل بالإنترنت عن طريق الراوتر اللي للأسف معظم الناس بتعتبره وسيلة بتجيب له الإنترنت وخلاص، وبتهمل تأمينه تماما. هو جهاز محطوط في ركن الأوضة في الشقة ومفيش حد مهتم بتأمينه، لا إحنا ولا حتى الشركة اللي بتديلك الإنترنت. ولو دورت بأبليكيشن موبايل هنقوله في آخر الحلقة مين مخترق الراوتر بتاعك وسارق الإنترنت، هتلاقي كتير جدا وانت مش عارف طبعا. طب خطورة ده إيه؟ أقل حاجة ممكن تحصل إن باقة الإنترنت بتاعتك تخلص، لكن طبعا في حاجات أخطر بكتير هتحصل، وده اللي هنعرفه من خلال الحلقة. هل انت مدرك بأهمية تأمين الراوتر بتاعك وبتعمل ايه علشان تأمنه من الاختراق؟ هل الشركة اللي انت بتتعامل معاها وبتاخد منها الانترنت اهتمت بتأمين الراوتر بتاعك؟ ايه الاسباب اللي بتؤدي لاختراق الراوتر؟ ازاي تعرف ان الراوتر بتاعك مخترق؟ الاهم بقى، ازاي تحمي الراوتر بتاعك من الاختراق؟ يعني هو بيبقى احنا في بيت فمعروف اللي بيخش على التكاز ان انت بيكون بطيء في حاجه داخل عليه وكده، خش على الشركه والشركه بتبلغني. لا طبعا هحط له رقم سر بس. لا طبعا. ازاي؟ لا الصراحه انا مش متخصص، ما اعرفوش، ما اضحكش عليك اقول لك اعرفه، بس عندي الاولاد يعرفوا الحاجات دي. ورد على الموضوع ده ما وصلتلوش لحل يعني، بس ليه ما اعرفش ايه السر في الكلام. لا الشركه واشوف النت بطيء ولا لا، هما بيقولوا لي وبيقولي طريقه القفل اللي هو الدبليو بي اس ده، هم بيقولي طريقه القفل اللي هو بقفله وخلاص. وانا ما اعرفش، بس عادي يعني، ده وبعدين ده شيء مفترض طبيعي على فكره يعني. طبعا بتحصل، ممكن فيه كتير طبعا، ممكن في هاكينج بيحصل على الحاجات دي وبيستعملوها باستعمال سيء. اهلا بكم، هنرجع لموضوعنا تاني. ايه اللي هيحصل لو تم اختراق الراوتر بتاعك؟ زي ما قلنا قبل كده ان الراوتر هو منفذك للعالم الخارجي والانترنت، ومرتبط بموبايلك والتاب والكمبيوتر ودلوقتي كمان التلفزيون وكاميرا المراقبة. وعدم تأمينك ليه اقل حاجة ممكن تحصل زي ما قلنا قبل كده ان باقة الانترنت بتاعتك تخلص، ودي حاجة هينة جدا بالنسبة للي هنقوله. والاخطر طبعا ان هاكر يدخل على اجهزتك وتبقى كل حياتك وحياة اسرتك في الشارع. طيب ازاي اسراري هتبقى في الشارع؟ الهاكر بيخلي نفسه في النص بين جهازك وبين اي موقع بتحاول توصله على الانترنت. يعني لو بتشتري حاجة من الانترنت وكتبت مثلا رقم الفيزا وبياناتك، طبعا كده بالسلامة الفيزا اتسرقت وهو يشتري بقى اللي هو عايزه بيها. عاوز تدخل على اكاونت الفيسبوك بتاعك، يبقى عارف الباسورد واليوزر نيم بتاع حسابك على الفيسبوك والحساب اتسرق ويبتزك علشان يرجعه لك. بتدخل على الايميل بتاعك، يبقى سرق الايميل بتاعك وعرف كل اسرارك، واكتر من كده يبعت لك فيروسات وبرامج تجسس على اللابتوب ويعرف محتوى جهازك من غير ما تعرف، ويفتح كمان كاميرا اللاب ويراقبك انت شخصيا في البيت، او يبعت لك برامج تجسس على الموبايل وشغل كاميرا الموبايل والمايك ويراقبك في البيت وجوه البيت وبره البيت كمان. ويا سلام بقى لو كاميرا المراقبه اللي بتراقب البيت ومتصله بالراوتر علشان تعرف ايه اللي بيحصل في بيتك وانت بره، بدل ما تراقب انت بيتك انت اللي هتتراقب ويعرف كل حياتك فيها ايه ويصورك كمان ويعرف وقت عدم وجودك ويسرقك. طيب ازاي تعرف ان الراوتر بتاعك مخترق؟ في برامج وابليكيشنز كتير على الموبايل تقدر تعرف منها مين معاك على الراوتر او مين مخترق الراوتر بتاعك. افضلها ابليكيشن اسمه هو يوز ماي واي فاي. كل اللي عليك انك تشغل البرنامج او الابليكيشن، هيعمل سكان ويكتب اسم الاجهزه اللي على الراوتر بتاعك بما فيها جهازك واجهزه بيتك،
واي جهاز تاني هيكتبه يبقى فيه واحد او اكتر مخترق الراوتر بتاعك، وده هو الهاكر. طرق حماية الراوتر، وده الموضوع طبعا الاهم. يلا نكون عمليين ونشوف الاعدادات اللي المفروض تعملها علشان تأمن الراوتر بتاعك، ولو عندك خبرة هتفهمنا بسرعة، ولو ما عندكش هنقولك تقول ايه للكول سنتر علشان يقولهولك وتعمله على طول. الخطوات العملية لتأمين الراوتر وإعدادات تأمين الراوتر. أولاً هتفتح صفحة البراوزر العادية في صفحة الإنترنت وتكتب http://192.168.1.1. طبعاً الكلام ده علشان توصل بيه الإعدادات، صفحة إعدادات الراوتر، وتعمل سيتاب. هنشغل السيتاب ويزرد. اولا لازم اليوزر نيم تعدله بتاع الراوتر نفسه، اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر نفسه اللي غالبا بيبقى ادمن او كلمتين، اليوزر نيم ادمن والباسورد بتبقى ادمن، لازم تتغير. غالبا الناس ما بتغيرهاش، وحتى الكول سنتر بتاع الشركه ما بيقولكش تغيرها، لازم تتغير لان الهاكر عارفين ده وبيدخلوا الراوتر عن طريقها. الخطوة اللي بعد كده لازم اسم الواي فاي ما يكونش اسمك أو حاجة تدل على شخصيتك، علشان بالتأكيد الهاكر هيخمن الباسورد هو رقم تليفونك وكلمة السر هو رقم تليفونك. كلمة السر بتاعتك بتاعت الواي فاي لازم تبقى صعبة، ونوع التشفير يبقى WPA2. طب تفتكر كل ده كفاية؟ طبعا لا. الحل هنقوله دلوقتي. اهم حاجه في الكلام ده خلي الاعدادات اسم شبكه الواي فاي بتاعتك في الاعدادات هيدن، يعني مختفيه، ودي اهم حاجه. مش هتعرف تعمل الكلام ده او مش هتعرف تخلي اسم الواي فاي بتاعك هيدن او مختفي، اتصل بالكول سنتر وهو هيساعدك ان انت تعمل الكلام ده بسهوله. كل اللي عليك انت هتقول له انا عاوز لو سمحت اخلي الواي فاي بتاعتي اسم شبكه الواي فاي بتاعتي هيدن او مختفيه، وهو هيقول لك تعمل ايه بالظبط علشان تعمل الاعدادات اللي تعمل الكلام ده. اعزائي المشاهدين، عن اهميه تامين الراوتر وطرق تامين الراوتر، دلوقتي معانا مهندس ماجد مجدي خبير امن المعلومات الجامد جدا اللي هيفهمنا طرق تامين الراوتر واهميه تامين الراوتر وايه اللي هيحصل لو احنا ما اهتمناش بتامين الراوتر. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا وسهلا بك يا باشمهندس. انا يهمني جدا طبعا اللقاء ده علشان حضرتك تكنيكال جدا هتفهمنا ايه اللي هيحصل بالظبط في تامين الراوتر، الاعدادات اللي هنعملها ايه عشان نبقى كلنا مطمنين. اولا اهميه تامين الراوتر ايه يا فاشل؟ طبعا اهميه تامين الراوتر بتكمن في ان الراوتر ده هو نقطه خروج كل الاجهزه الموجوده في البيت، من موبايل، من ديسكتوب، من لابتوب، حتى السمارت تي في، كل ده بيخرج من الراوتر. والراوتر ده هو نقطه التواصل ما بين الاجهزه كلها والانترنت. تمام. فتخيل ان لو حد اخذ كنترول او اكسس على الراوتر ده هيقدر يعمل ايه في البيت كله. تمام. يعني هو الناس للاسف بتهمل الراوتر، بتعتبره قطعه اساس مهمله، هو يدوبك جاب له الانترنت وخلاص اهمله ويتطرب ويبقى في كل العبر وموجود في ركن البيت، لكن ما بيهتمش ازاي يامنه. طيب ايه المخاطر لو عدم يعني احنا ما اهتمناش بتامين الراوتر، ايه اللي هيحصل؟ ايه المخاطر الحقيقيه؟ طيب المخاطر طبعا ان اي الهاكر او ممكن اتاكر او اي مهاجم يقدر ان هو يخترق الراوتر ده بكل سهوله، ومنه يقدر يتنقل من الراوتر لاي جهاز موجود جوه الشبكه، جوه النتورك، من لابتوب او ديسكتوب او حتى موبايل ديفايسز، وبيقدر يعني هو الموبايل هيبقى مخترق، يقدر بالظبط، والكمبيوتر يقدر يخترق. غير كده هو يقدر يشوف كل البيانات اللي معديه وطالعه على الانترنت من الاجهزه، زي الدخول على السوشيال ميديا، كل اليو ار الز، كل الويب سايتس، حتى لو في اتش تي بي اس او اس اس ال لير برضه بيقدر يتم يعمل لها ديكريبشن او حاجه اسمها اس اس ال ستريبنج، وده بيقدر ان هو يشوف كل الترافيك انت طالع على الفيسبوك ولا واتساب ولا فايبر ولا حاجه خطيره جدا. طيب احنا وصلنا ان لازم، خلاص وصلنا لقناعه تماما ان احنا لازم نامن الراوتر،
أدوات تأمين الراوتر أو الإعدادات اللازمة لتأمين الراوتر إيه حضرتك تشرنا بيها؟ تمام. أول حاجة لتأمين الراوتر طبعاً الراوتر أول ما بيجي بالإعدادات الافتراضية بتاعته أو اللي هي Default Settings أو Configuration. طبعاً إحنا لازم نشوف أول حاجة الحاجة اسمها Administrator Password. الادمنستريتور باسورد دي اللي هي عاده بتبقى ادمن اودمن اللي هي اول أدمن حاجه أدمن اول حاجه بتقابلنا في الاعدادات بالظبط. وفي زرار حلو جدا مكتوب اسكيب اللي انت تفوتها يعني لكن طبعا دي كارثه ان انت تعمل لها سكيب او ان انت تفوتها طبعا. لازم والكول سنتر حتى بيقول لك سكيب يعني بيستسهل ويقول لك اعمل سكيب ليها. دي حقيقة. سواء الراوتر انت جايبه من شركة الاتصالات اللي انت مشترك فيها او حتى جايبه من السوق المحلي دايما برضو هتلاقي الادمن باسورد دي يعني على الديفولت. ولازم نفرق ما بين الادمن باسورد والباسورد بتاعت الواي فاي دي تمام. حاجة ودي حاجة اللي هي الادمن باسورد اللي هي اول حاجة في اعدادات الراوتر اللي هي بيبقى عادة اسمها ادمن وموجود زرار حلو جدا اسمه اسكيب او فوت تدوس بالراحة كده وانت مرتاح تضغط عليه تقول فوت علشان يبقى الموضوع سهل يعني بالزبط. وطبعا دي كارثه بالظبط. لازم الموضوع ده خطورته ايه حضرتك؟ خطورته طبعا ان انا لو مش يعني مش حاطط باسورد قويه على الادمنستريتور باسورد هو اوريدي كده كانه دخل جوه الراوتر حتى لو من بره. وخصوصا في الاعدادات اللي هي بنتكلم عليها اعدادات افتراضيه طبعا الادمن باسورد دي بتبقى باينه من بره ريموت كنترول خارجي بيبقى موجود. ولازم نفهم انه الراوتر ككونفيجريشن كلها هي محطوطه محميه بالادمنستريشن باسورد دي فدي لازم يعني هو الهاكر بمنتهى البساطه الهاكر كده بمنتهى البساطه هيدخل على الايه على الراوتر بادمن ويلعب في السيتنج ويدخل ويبقى كده بقى معايا بالظبط كده بقى معايا جوه النتورك تمام مظبوط. اللي بعد كده نبدا نبص على الحاجات بقى اللي هي زي الوايرلس كونفيجريشن وازاي نامن الوايرلس كونفيجريشن اللي هي اسمها عادة الناس بتستسر وتسميها اسم صاحب البيت او أيوة اسم الشخص بالزبط. اللي بيستخدمه وطبعا ده غلط شائع جدا طبعا مش بس اسم البيت ده اسم كمان ممكن يسميها يسيبها باسم الراوتر نفسه. الهاكر يبقى عارف الراوتر ده بيخترق بالطريقه الفلانيه فيبقى عارف ثغراته بثغراته فيا جماعه انا بستخدم الراوتر اللي اسمه الفلان مظبوط والله اشتغل بقى ايوه ويبقى كده برضو ايه الراجل عمل اللي عليه. تاني حاجه الباسورد بتاعه الراوتر نفسه الوايرلس طبعا دي ما تبقاش برضو من 1 ل 8 او ما تبقاش رقم تليفونك او ما تبقاش يعني اول حاجه ما سميش الاسم الشبكه اول حاجه ما سميش اسم الشبكه ما تسماش ابدا باسم صاحب البيت ولا رقم تليفونه ولا علشان طبعا اول ما يسميه صاحب مثلا مصطفى طب اكتب نجرب الباسورد ان تبقى موبايل مصطفى مثلا بالظبط هيبقى قادر ان هو يعمل داتا كوليكشن على مصطفى ده لان هو مصطفى ده اكيد موجود حواليه فهو عارف مين مصطفى او هيبدا يعرف مين مصطفى وهكذا تمام. تاني حاجه اللي قلناها اللي هي ايه الباسورد بتاعه الوايرلس اللي هي بتمكن اي حد من الدخول للوايرلس او الواي فاي تبقى صعبه وما تبقاش طبعا من 1 ل 8 ما تبقاش اسماء سهله او رقم تليفون او هكذا. ثالث حاجه نوع التشفير طبعا كان في زمان حاجه اسمها ويب WEP انكريبشن ده نوع تشفير ده اكتشفوا بالزمن ان هو بيقدر ان هو يتعمل له يعني كسر بسهوله والناس بتقدر تدخل. عملوا بعد كده حاجه اسمها WPA و WPA2 جت من بعديها. WPA2 دي يمكن هي حاليا اصعب طريقه للتشفير مستخدمه شائعه لان WPA3 لسه ما نزلتش بشكل تسويقي يعني تمام. ولكن لان WPA2 حصل فيها ثغره من كام سنه اللي هي كراك طبعا كلنا عارفينها. كراك دي كانت برضو بتقدر تكسر WPA2 انكريبشن او التشفير بتاعنا. دلوقتي بنتكلم المستخدم العادي اول حاجه يسال عليها الكول سنتر ايه او الشركه اللي متصل بيها بالانترنت او مشترك معاها بالانترنت اتفضل اول حاجه ازاي يغير الادمنستريتور باسورد بتاعت الراوتر اللي هو اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر نفسه تمام يغير اليوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر نفسه ما يبقاش ادمن تاني حاجه معانا اللي هي الوايرلس اكسس الوايرلس نيم الاس اس اي دي اللي هو الواي فاي
اسم الواي اسم فاي ازاي يغيره ما يبقاش اسمه بالظبط ولا اسم الراوتر. يبقى طيب جدا عاوز يبقى راجل مشهور ينشر اسمه على ينشر اسمه على العمارة كلها. دي تاني حاجه ازاي يغير برضو اعدادات الواي فاي بالكامل سواء من تشفير يبقى WPA2 يعني يسالوا ان التشفير يبقى WPA2 وبعد كده ازاي يخليها هيدن. ده اهم حاجه بقى ان هي يخلي الشبكه مختفيه هيدن علشان مش اي حد ماشي في الشارع او جاره يشوف اسم الشبكه فيحاول يخترقها. هو علشان يدخل على الشبكه دي لازم يبقى عارف حاجات كتير جدا، لازم يبقى عارف اسمها واسم الباسورد وحاجات تانية كتير، فبالتأكيد هتبقى مستحيل يعني 95% هتبقى محمية. بالظبط. ايه الخطوات اللي المستخدم العادي اللي ما عندوش خبرة بالكمبيوتر او الاعدادات بتاعت الراوتر يقولها للكول سنتر علشان ان هو يقولها له علشان يعملها؟ اتفضل حضرتك. اول حاجة زي ما قلنا هنغير ازاي اقدر اغير الادمنستريتور باسورد من الراوتر اللي هو اسم الراوتر اللي هو يوزر نيم والباسورد بتاع الراوتر الادمن ادمن. بالظبط. تاني حاجه الوايرلس نيم او اسم الوايرلس الواي فاي انه ما يبقاش اسمه ما يبقاش اسم الراوتر وهكذا. تاني حاجه تالت حاجه الوايرلس انكريبشن او نوع التشفير اللي هو WPA يبقى WPA2. بعد كده ازاي الوايرلس تبقى هيدن تبقى مختفيه بالظبط عشان مش اي حد جارك يشوفها. اهم يشوف. حاجه بالزبط. اهم حاجه ان هو يسال ان الوايرلس الواي فاي الشبكه تبقى هيدن مش اي حد جارك يشوفها، لازم علشان يشوفها يبقى عارف اسمها وكمان الباسورد بتاعها. بالظبط. بعد كده ازاي نشيل اليو بي ان بي اللي هي يونيفرسال بلاج اند بلاي، دي فيتشر موجوده في الراوتر لازم نشيلها علشان دي بتتيح لابلكيشنز كتير انها تتعامل مع الانترنت بشكل ممكن يتيح للهاكرز ان هو يقدر يعمل اتاك او يهاجم الراوتر بتاعك. بعد كده نشيل ال WPS اللي هي بتخلي الوايرلس اكسس عن طريق بين كود، دي نشيلها تماما. دي مهمة جدا لان دي من اخطر الحاجات بتسهل. اللي موجودة على طول يعني اي حد دلوقتي باي ابلكيشن فري يعني بيقدر يدخل على الواي فاي. بنحط ازاي نحط ماك اكسس ليست على الراوتر بحيث نحدد بالظبط مين اللي يقدر يكونكت على الراوتر بتاعي. واخيرا نراجع بقى شويه بشويه كل فتره كده مين الاجهزه اللي واصله حاليا على الراوتر بحيث ان انا لو لقيت اي جهاز انا مش عارفه ابدا اشك وابدا ابحث وراه. والله اللقاء مع حضرتك طبعا ممتع جدا جدا جدا، لكن للاسف الوقت البرنامج محدود. هنلتقي في حلقات تانية في مواضيع تانية تخص بالسيكيوريتي طبعا. مهندس ماجد شرفت بحضرتك ونتمنى لحضرتك التوفيق. شرف لنا. مرسي. شكرا يا فندم. شفنا في حلقة النهاردة أهمية تأمين الراوتر بتاعك ومخاطر عدم تأمينه أقلها سرقة باقة الإنترنت بتاعتك. والمشكلة وأي مشكلة لو هاكر هو اللي اخترق الراوتر بتاعك هتبقى بياناتك وأسرارك والفيزا وحساباتك كلها في الشارع. شفنا اكتشاف الاختراق وطريقة الحل، أبسطها خلي الشبكة بتاعتك أو الواي فاي بتاعتك هيدن أو مختفية. في نهاية الحلقة احنا مش هنعيشكم المشكلة لكن هنعيش معاكم حلها.